يا هلا فيكم مشاهدينا، ويا هلا فيكم في برنامجكم البيت الكويتي، ويا هلا فيك خيتي انوار. يا هلا فيك ويا هلا بالمشاهدين. هلا فيك والله خيتي انوار. ما شاء الله الايام تركض بسرعه، عرفت شلون؟ وما شاء الله من شغل لشغل ودوامات ومدارس مثل ما قلت، ايه صاجه اكيد. والدنيا تلاهي. صح. يمكن واحد بس ينطر فتشه على قولتنا، او ينطر العطل حق اليمعة، حق وناسة الأهل، شوف الأهل، الحبايب. أداك العيب. يعني أمس ما شاء الله يمعة الأهل والقريب والبعيد، وما شاء الله اللي كل واحد يبي على قولتهم ينطر الفتشة عشان يقعد هالسفرة الوحدة على قولته هالأكل هاليمعة الحلوة. صح. إي والله، أكيد. وغير إن واحد يشوق ياكل أكل من إيد ميمته. يعني أبي أعرف يمعتك أمس وين كانت؟ أكيد اليمعة دائما تكون بالزوارة، والزوارة إيه؟ اللي ما نستغنى عنها، وننطر صح. من أسبوع لأسبوع عشان إيه نتيمع بهذه الزوارة، ونشوف الأهل والأهالي يشوفون بعضهم، ونشوف أهلنا وحبايبنا، خواتنا وإخواننا. أكيد يعني الزوارة لها نكهة خاصة، ما نطوف يعني اليمعة بدون هالزوارة. بس يمكن قبل كان يوم الخميس، تذكرين؟ إيه أذكر، لأن على حسب الدوامات بالسابق. صح. يعني مثلا قبل كان عندنا يوم خميس كان أوف، صح، يعني كان عطلة، أيه. عرفت هي، وكانت يعني عقبتهم نستانس عندنا خميس ويمعه. الحين طبعا بدلوها، الحين أيه صارت فصارت. سبت، اي صارت اليمعه. صار احيانا في زوارات قامت تختلف، يعني زواره نص الاسبوع حق الحريم بس، صارت نهايه الاسبوع يعني اهل الزوج، اهل الزوجه، مع الاهل، مع الام. فالزوارات حتى الحين ترى الاطفال صار لهم زواره خاصه، تدرين؟ وي شلون صايره؟ يعني صارت يمعه حق يقولون والله احنا البنيات نتيمع بروحنا، ما أيه. نبي كبار. سامع فيها؟ لا والله توني اسمعها من عندك. اي هذه الموضة الجديدة. إيه؟ الزوارة اختلفت بين قبل والحين. زينب بعد الفاصل راح نتكلم مع ضيفنا ابو علي، راح يتكلم عن موضوع الالعاب الشعبية والزوارة وشنو كان اثرها على الاسرة. اي والله حياها الله، واحنا محتاجين ان نسمع من الباحث حسين القطان ابو علي. هذه يقول الزوارة والالعاب الشعبية. الزوارة من العادات والتقاليد التي كان يحرص عليها أهل الكويت منذ قديم الأزل، فالتزاور بين الأهل عادة قديمة من شأنها تعميق العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، فهي تزيد الترابط بينهم وتقوي أواصر التماسك والتعاضد، كما أنها تنشر الألفة والود والمحبة. فقد كان الأهل يتزاورون ويجتمعون في بيت الأب أو الجد أو الأخ الأكبر، وكان جميع أفراد الأسرة غالباً ما يتواعدون في نهاية أيام الأسبوع، فقد كانوا يجعلونها أكثر أنساً وتشويق. ومن تقاليد وآداب الزوارة السلام والتحية، فمن يأتي يسلم على من في البيت، حيث يبدأ بالأب أو الكبير في غياب الأب، فيقبل رأسه تقديراً واحتراماً له، ويسأل عن صحته وأحواله، ثم يسلم على الباقين بنفس الترحيب والاحترام. وكان الأهل يجتمعون في وقت الظهيرة لتناول وجبة الغداء التي يكون على رأسها رب البيت. وقد اختلفت أسرة الطعام بين الأسر الكويتية، فمنهم من تكون سفرة طعامه واحدة يجتمعون عليها الذكور والإناث، لا فرق في ذلك بين صغير وكبير، فالكل يأكلون على سفرة واحدة. والبعض الآخر يجعلها ثلاث سفرات، سفرة للرجال وثانية للنساء وثالثة للأطفال، وذلك بعدا عن عفوية الصغار في عدم معرفتهم ببعض آداب الطعام. وهناك أسر تجعلها سفرتان، واحدة للرجال وأخرى للنساء. ورجعنا لكم في برنامج البيت الكويتي مع ضيفنا أبو علي الأستاذ حسين القطان، باحث في التراث الكويتي واللهجة الكويتية. حياك الله. حياكم الله، ويا هلا ومرحبا فيكم. ويا هلا فيك أبو علي، نورتنا في البيت الكويتي. وأنا وخيتي من ساعة عم نسولف عن الزوارة،
ويا حلوة الزوارة في هذا البيت الكويتي واليمعة بعد عقب الدوامات والأشغال والمدارس الحين وعلي عيان فيها المدارس. نبي نتكلم عن الزوارة. نعم. أنت عندك زوارة؟ طبعا لما نتكلم عن الزوارة عندنا زوارتين نتكلم عنها. إيه؟ يا أما زوارة البنت حق أهلها أو الزوجة حق أهلها. إيه؟ زين هذا موضوع. وزوارة العيد. زين خلينا نتكلم عن زواره البنت حق اهلها او ايش اسمه العروس او البنت يعني اللي بتزورها لها. طبعا الزواره هذه معروف يعني مو زواره كل يوم ولا اسمه هذا كل 15 يوم تصير الزواره هذه ساعه 10 ايام من سرعه الحزب هذا يروحون يزورونها وايد بعد هذا اجتماعيا كذي يعني عندهم زوارتهم لان هي مرتبطه بالبيت مرتبطه بالحموله مرتبطه بالزوج مرتبطه وهذا يعني الزوج بيجي من الدوام تعبان يبي يلقى غداء ويبيته ويسمه مو معقول ان كل حي من الاخوان قاعدين هي مو موجوده ويسمه عشان كذي تخصصونهم اليوم البعيد يعني هذا. وعلي ظروف الحياه كانت تحكمهم بالسابق انه ما تكون في زواره متكرره نفس الحين كل اسبوع لا ما في يعني الزوارة ما تكون تشوفين يعني بين 15 يوم بين 10 أيام حسب الوضع اللي هم فيه وبعدين أخذوا على الوضع هذا يعني إحنا يمكن بالوقت الحالي عندنا شيء غريب بس هم عندهم هم لا يعني الوضع عادي ما عندهم أي شيء هو مثل ما ذكرت يعني الحين أختي أنوار لو أنا ما أزور يعني 15 يوم يعني أمي تدق علي أخواني يدقون علي خواتي يعني أنت الحين لما تقول ينسقون الشناين في البيت الواحد في البيت الكويتي يعني نقول هو عدة أسر قاعدة في هذا البيت صحيح. يعني كل واحدة لها مهام يعني مثلا هذه اللي تبي تغسل تنظف تسنع تطبخ هم لو راحت منهم واحدة راح تكون المهام هذه راح تشيل مهام الثانية بس إذا تبي تروح بيت أهلها هم راح يكون عندها خوات من الزوجين أنا متكلم على المهام اللي عندها هي بس الطباخ والحوش والحلاب ما حلاب بس باقي المهام لا كل زوجة مسؤولة عن زوجها يعني ما لها علاقة بالش اسمه بزوجة فلاني أو زوجها ما لهم شغل هذا باسمه بس المهام الأساسية اللي هي الحلاب الخباز الشغلات هذه المهام اللي صاحبة اليوم اللي عليها أما باقي المهام الثانية لا كل زوجة مسؤولة عن عيالها مسؤولة عن زوجها مسؤولة عن هذا ما ندخل هذه بهذه أيه؟ طب ما ندخل أن هذا خصوصيات بيت وخصوصيات يعني ما تقولين عائلة بروحها بس اللهم شيلة البيت اللي هو قلنا الطباخ لما يطلعون الخالة أو رعية البيت العودة لما طلع من دار التشيل طلع قاضي الطباخ اليوم قدانا كذا كذا طلعت من دار التشيل الحسبة المعتادة عليها وعطتهم إياه وهذه مهمها خبزت وحلبت الغنم وحلبت شغلات مثل هذا وسوت ريوقة حق الخالة وسوت ريوقة حق هذه مهمها وعلي عندي استفسار بالنسبة حق الزوارة هل الزوارة تكون عائلية يعني الزوج والزوجة والعيال هم يروحون كلهم كأسرة حق بيت مثلا أهل الزوجة لا سلمك الله هم بالنسبة حق الزوارة غيال يوصلها بس البيت وصلها بس البيت حتى وصل البيت كذا وياها بقشة ملابسها ملابس عيال إذا عندها مثل ولد ولدين يأخذون بقشة هذه ويروحون فيها غيال بس يوصلها البيت ويجي حق شغله يعني ما يدش لزواره ما يقعد وياهم ولا شيء انه خلاص يرجع حق شغله اذا صاحب دكان ولا صاحب صنعه ولا صاحب هذا اللي صار مسيان نفس العمليه يمر ياخذهم وهو غاد زين هل عنده تواصل مع اهل الزوجه؟ ما التواصل بس وصلوا هناك خلاص احنا امنهم بعد الله عند اهلها يعني مو غريبه اي وطبعا يعني حتى عمليه التوصيل قبل يعني ما عندهم خصوصا بدايه ما عندهم سياره ما عندهم شيء يا اما مشي يمشون على ريل يوصلون هناك البيت ويدشون وجسمه او انه يعجوا حصان عزكم الله حصان عربانه يركبون حصان عربانه ويروحون يوصلون البيت وهو ياهم ويرجع بعدين هذا إذا كان الدرب بعيد عليه. الدرب بعيد نعم. إيه بس أنا بتكلم بعد عن الزوارة على السفرة الواحدة اللي قبل كانت تنحط بس قبل ما كان عندهم سفرة واحدة كانت السفرة بين الرجال والنساء. نعم. يعني تكلمنا نعم. عن سفرة الزوارة. إذا البيت في حمان. زين حمانها موجودين طبعا يكون السفره موجوده حق ريايل موجوده حق الحريم لان ترى حتى هناك الزوج هاي تغطى عن الاخو هذا وتغطى عن هذا يعني ما تشوفون مثل الوضع الحالي تغطى يعني حتى لبس الثوب هذا قبل ما يعني ما يطيح من المراه على طول سواء ببيتها موجودين حتى لو ماكو احد في البيت الثوب عليها ليش يعني يدش مثل يدش الماي يدش الحمار يدش الجمال يدش هذا على طول تكمكم بالثوب ثوبها
بالفعل، وهي كانت السفرة ما شاء الله يعني حتى الحين ما شاء الله هب عندنا بعض الأسر يقسمون أبو علي يعني حق الريايل بروح حق الحريم حتى ياخذون راحتهم. نعم صحيح. يقول لك عشان حتى الحريم تاخذ راحتهم يعني ياكلون على راحتهم، توكل عيالها، والريايل هم عندهم على قولتهم ياخذون راحتهم. هاي ما زالت عندنا في وقتنا الحالي ان تنقسم السفرة، اما الحين ما شاء الله اختي انوار السفرة واحدة على قولتهم النسيب وعلى قولتهم يمكن أسرة وأسرة أسرة. لاحظ يعني في اختلافات، في أسر يكونون يفصلون، في أسر لا، على حسب الناس. الأسر الحين صاروا يجمعون جمعات كبيرة، تغيرت المفاهيم وتغيرت هذا بعضهم يعني. الحين أنا حتى السفرة على قولتهم مو بس أنت الحين تقعد مطعم يعني قضاء عمل ولا عشاء عمل ولا هذا، قاعدين مع ناس قرب يعني صحيح. يعني زملاء بالدوام ولا زملاء هذه راحت ذيك يعني لما تلاهل أو يعني المحافظة هذه. بالفعل هاي تذكرني مرة رحت مطعم شفت واحدة للحين تمكمة تاكل يعني مرة كبيرة قاعد تاكل وحاطة عبايتها على راسها، ويعني اقول يعني شوف الحياة يعني تستحي. نعم صحيح. تقول لك يعني استحي اني انا اكل قدام واحد غريب. صحيح. يعني شلون انا هو حافظ اكل وحلجي يعني على قولتهم يعني شلون استحي. صحيح. اقولتها يا خزي انا اكل قدام. هي اخذت على الوضع هذا. بالفعل. اخذت على الوضع هذا وخلاص يتم وياها. تعودت من الصغر. نعم. يعني حتى يعني اختي زينب يعني حتى حريم اول كانوا في البعض حتى يتغطون عن نسبانهم. إيه؟ هذا عادي. إيه تخطو عن سبها عادي لأن نفس الشيء حتى وهي طالعة من البيت ما تطلع اللبعباتها والبوشية حتى ساعات البوشية شفنا غضفين يعني قطعتين واحدة ورا الثانية وهي طالعة يعني هذا عادي طبعا هي تطلع حق غسال الهدوم على البحر يروحون يغسلون هدوم على البحر ويغسلون هذا أو أنت قاعدة مثل من النوع اللي تستغرق تبيع بالباص العايرة وهذا هم بعد كذي يعني ما تكشف وجهها كلها وجهها مغطى. بالفعل هذه أنا عندي أميمتي يعني ما زالت أمي يعني على إن يعني إحنا متزوجين على يعني مثل أبونا وعلى يعني مثل أختي وريلة للحين على تلبس عباية. نعم صحيح. حتى نقولها هي ما يعني عيالك وهم تقول لا استحي. لا صحيح خلاص خذوها من بالفعل. نعم وهذا مثل ما قلت يعني مرات الزوارة بالسابق كانت قليلة من كثر الحريم تستحي يقول لك لا قل الريايل بريحاتهم وإحنا الحريم بريحاتنا إحنا سوالفنا غير والريايل سوالفهم غير. الكلام عن الزوارة وايد حلو ولكن عندنا فاصل ومن بعدها نواصل. رجعنا معك أبو علي الحين بعد الفاصل وتكلمنا عن الزوارة واليمعة الحلوة. الحين نبي نتكلم عن الألعاب. يمكن وايد في ألعاب في السابق فيها يعني أشياء يدوية يلعبون هم يصنعون ألعابهم ونفس الحين كل شيء جاهز وما يعجبهم ويقطونه. شنو أنواع الألعاب قبل؟ طبعا لما نتكلم عن الألعاب الألعاب ما شاء الله يعني ألعاب وايد عندنا وألعاب ميزة. ألعاب البنات غير ألعاب الصبيان غير كل لعبة بموسمها لها موسم مو كل ألعاب كلهم يعني ذي طول السنة يلعبون فيهم لا كل لعبة تعتمد على وقتها يعني ألعاب موسمية يعني مثلا في ألعاب تلعب بالصيف اللي مثل البحر يسبحون في البحر ألعاب في ألعاب على البحر يلعبونها هذا ما يلعبونها بالشتاء زين عندنا ألعاب ألعاب الشتاء لما يطق المطر تطلع ألعاب الشتاء ألعاب البوارح والهواء يطلعون الطيارة الورقية الطيارة اللي تطير وقت المطر يطلعون الدرابيح زين وقت وصول الحجاج وقت متوقع وصول الحجاج لهم ألعابهم الخاصة اللي يلعبون فيها البنات إذا زاروا راحوا بيت يعني من بيت لبيت لما يزورون عندهم ألعابهم البنت لما تقعد ببيتها يبوحها عندها ألعابها هذا لما يميز الألعاب اسمه عندهم في شيلات عندهم الألعاب جماعية عندهم يعني وايد شغلات تتكلم عنها. إذا بنتكلم عن الألعاب موضوعها طويل. بالفعل يعني أنت مثل ما ذكرت أبو علي إن في ألعاب مصنفة بالسابق يعني ماكو يعني الولد ما يقدر يلعب ألعاب البنات ولا البنات تلعب ألعاب الصبيان مثل ما ذكرت وكذلك هم عندنا ألعاب رجالية ونسائية. نعم. اللي تكون في الدواوين لو نبي تحكي بس أنا أول شيء نذكر ألعاب الدواوين. ألعاب الدواوين طبعا مثل ما تقول يعني الألعاب كبار ومتى يلعبونها طبعا هذه بالنسبة حق الألعاب هذه أيام مثل المسيان بالليل وشغلات مثل هذه هذه منها محيبس منها الدامة منها الدومينة هذا
الالعاب اللي عملوها قايل العاب بس في العاب لما تكلمت قلت العاب بنات والعاب صبيان لا في العاب في العاب مشتركه بينهم يعني مثل الطياره الورقيه هذه اللي تشوفينها هذه كل واحد يعني يلعبها ويا اخوه يلعبها ويا اخته اخته طير طياره اخوه طير طياره تساعده في علاقاته بطرش مطراش حق الطياره هذه ايه؟ هي تسوي المطراش اللي هو المكتوب اللي هو حق الطياره الله. يعني يساعدون في هذه لعبه جماعيه طبعاً أختي أنوار لو تنشوف ما شاء الله أبو علي يعني متحفها قني بالألعاب الشعبية أو الألعاب اليدوية أيه. أبو علي شقول يعني كافي هذا ذكرتنا بأيام أول الألعاب الحمد لله احنا وده نوصل معلومة حق عيالنا يعني حتى احنا المجهود اللي قاعد نسويه حاليا حتى بالمدارس قاعد نودي الألعاب ويانا وقاعد اللاعب البنات على حسب أعمارهم واللاعب حتى المدرسات على أساس هم يكملون مشوار هذا ويانا هذا قاعد نطبقها حاليا احنا موجودين صح يعني هذه أنا بيدي هذه اللعبة أو على قولتهم الحطها بزبيل نعم على قولتهم هذا الزبيل وحاط هذه اللعبة ها شد العلي أبو علي هذه سلمت الله قبل عندهم يعني الياهل ساعات يعني الأم تواكل عليه يعني شو اسمه ما قام وصل عمر المشي بس ما قام يمشي هو طبعا هذا يعني اعتقاد يعني مو يعني مو شيء يعني اساسي بس يعني مجرد يعني لا ناخذ ان هذا شيء اساسي بس كذي بس مجرد جسمه بالفعل احيانا الياهل يعني تطلع ضروسه الكلس يصير بالضرس ما يصير بالعظام إيه؟ ما يصير بالعظام يقول له تسوي وحق ولديش عطوا المقرمة شيء ياخذونه بنات يقضبونه هو إيه يقضبونه حاطينه بزبيل كانوا يغنونها بعد حاطينه بزبيل يعني يكون هنا في أحد ماسك وهني ماسك هي من يوم يشوف فيه بالفريج زين عندهم زوجاتهم عطوا المقرمة شيء حتى أيكم يمشي عطوا ودوهم بالفريج هذا يحطون هذا يحطون بصلة يحطون لومية هذا يحطون لهم طماطة يحطون بالزبيل ياخذونه يحطونه وياخذونه يودونه البيت وسبحان الله بعدين الياهل بيمشي يعني سواء يعني الحركة هذا ولا غيرها بيمشي اعتقادات أبو علي بن هذه شنو أنا قاعد أشوفها الحين حاليا أنها زينة قاعد تعلق بالمطاعم تعلق بالبيوت بالمزارع بس نعم. الغريب أنه قلتوا أن هذه لعبة هذه لقينا ملعب موسمية هذه ملعب موسمية طبعا قبل ايام الحجاج قبل الحجاج يحجون على البعارين على الابل يعني ثلاث اشهر رايحين ثلاث اشهر رادين على ما يصلون الحج اسمه متى يصلون يصلون بشهر محرم يعني بدايه السنه الهجريه قبل لا يصلون بهالفتره هذه البنات يسوون لهم اللعبه هذه يسوون ياخذون عند الزبيل الصغير اللي تشوفونه هذا ويزرعون فيه يا حلبه ولا رشاد ولا اي شغله ولا مثل هذه يزرعون الزرع هذا هم البنت نفسها تهتم وتزرع الزرع هذا متوقع وصولهم مثل يعني باتش ولا عقباتش ولا شغلات مثل هذه ياخذون كل واحد تاخذ حيتها اللي مسويتها هذه وهم يمشون فيها ويدندلونها بيدهم ويمشون يمشون فيها كذي وهم رايحين يلفون بالفريج اول شيء يسمونها ابو علي هذه؟ هاي يسمونها حيه اللي هي من الحجه إيه نعم زوجتها وهو ماشين يا حيتي يا بيتي حيي لأبوي حيي لأمي سبع حيات وهم يدورون فيها كذي وهم رايحين زين كيف اسم هذا يا حيتي يا بيتي حيي لأبوي حيي لأمي سبع حيات بعدين عقب ما يلفون بالفريج شوية هم بعد ياخذونها ويقلونها في البحر وايد يعني ألعاب شفتها ولفتت نظري هذه شنو؟ هاي طباخية الطباخيه اللي هي الكره 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 عاده إيه؟ تكون جاهزه هذه احسها عمليه خيطه إيه؟ اول ما عندهم جاهز اوكي ما في جاهز هم الطباخيتهم يسوون بيدهم يعني هم يسوون بيدهم العاب بيدهم. إيه؟ هذه سوونها اخي يخيطونها بالجسمه وكل ما شقت حطوا عليها قطعه ثانيه شنو محتوياتها داخل خلاجين مثل ما هي تاخذين قالوا حتى إيه تخيطينها حتى هذه ما كذا ما تشوتين فيها هذا اللي يسمونه اعاده تدوير اعاده تدوير زين هذا كذا ما تشوتين فيها الحين بتنشق تاخذين خرجه ثانيه وتحطي فوقها وتكبر شوي بذكرة الثلج على قولتهم بس ابو علي هم ترى هي ثقيله ترى نعم. هم على اصابعهم وعلي تبرم اصابعهم برام هذه لا هم يستانسون فيها كل ما صارت ثقيله حق التشوت وحتى حق العنبر اللي صار لعبه العنبر اي العنبر ما يخاف تطيح كل الصخر اللي موجود فيها. بس الويلات العنبر شنو تتقرب تحذفين فيها زود الحفت على راس واحد اي تحذفينه لا قبل عادي ماكو مشكله عشرين راس والله وعلي لا عادي ابو علي بالنسبه هذه حق الاولاد وهذه حق البنات هذه يشترونها طبعا البنات قبل العابهم يسوونهم بيدهم
هذا يسمونها كرجية. البعض يقول كردية هي غلط، اسمها كرجية. كرجية وين يا من جورجيا. عشان يعني من جورجيا يسمونها قبل ما قال فلان جنسيتها كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا المرأة الجورجية يسمونها كرجية. عشان هذه يسمونها. طبعا نروح البحر ويا ما أمهم غسل المهات وغسل الهدوم هدوم، ياخذون الصدف. الصدف اللي عندك يسمونه صنيديق البابا، مو المحارة، لا الصدف الثانية، صنيديق البابا أو البطوش. ياخذون القياس المناسب حق الوي، هذا حق الوي يعني حق الوي زين. ياخذونه ويقلفونه بالخام مع شوية خام واحدة فوق ثوانا، يحطون قطن زين ويسوي يرسمونه وي فيه. إذا رسمونه وي طبعا ياخذون العوادة، العود نفسه، يسوونه بكرة وقعود. بكرة وقعود يعني شنو هو؟ يعني هو عبارة عن علامة زائد، لو ما يقولون زائد يسمونه بكرة وقعود. ياخذونه يلبس، يحطون لهم قطن ما قطن ولا خلاجين، وبعدين يلبسون النفنوف هذا ويلبس اسمه. هذه لعبة، هاي يسمونها الكرجية. في واحدة ثانية اللي داخلها قطن كان شتوها، يسمون هذيك لعبة الصبر. إيه. هذه كرجية عشان نميز بينهم، يمكن البعض يسمي هذه كرجية وهذه كرجية، لا هذه كرجية وهذيك اللي يخيطونها ويحشونها قطن من داخل اللي يمكن شايفينها. إيش هذيك يسمونها لعبة الصبر. إيه هذه لعبة الصبر من اللي يحطونها بالكاروكا يلعبون فيها، هذه يلعبون فيها بالبروي. طبعا جميل إنه بيكون يعني قيمة إنه هم يسوينها لهم، هم مسوينها اي، فيحسون بقيمتها اكثر، مو نفس الحين يقطون اللعبه يكسرونها مو حاسين بقيمتها. يسوون الام، يسوون الابو، ولها ذكرى تكون جميله. لا يسوون عائله كامله، العائله كامله يسوونها، الام والابو. شفت الحين الشركات اللي قاعدين يسوون الالعاب هذه ببيوتهم، شغلهم هذا الام وهذا الابو وهذا كذا، هم عندهم هذه يسوونها قبل. نفس الشيء هذه يعني من لعبه البروي، هاي لعبه البروي. إيه؟ يعني لعبه البروي عباره عن بيت متكامل، يسوون الأبو، يسوون البنت، يسوون الولد، يسوون حتى يحطون كرفاية صغيرة ينومون الياهل فيها بالفعل. يعني إذا راحت هذه تسليتها بالبيت بالفعل. يعني لعبة البروي، يعني قبل ما ناخذ هذا الفاصل بس نتكلم عن لعبة البروي. طبعا لعبة البروي أنا أعتبرها دورة تدريبية خاصة حق البنات، إن نعم. البنت لما تجيب دور لعبة البروي مثل ما ذكرت، تسوي الأم والأبو والعيال واليد واليد، إن شنو قاعد تهيئ حق نفسها في المستقبل، إني أنا شلون راح أتعامل مع هذه الأسرة إذا كبرت. طبعا يا أختي أنوار، لعبة البروي تعطي حق البنت يعني باكر هذه اللعبة الصغيرة باكر راح تكبر، تصير بيت عادي دي البيت هي بالعبها. بس ما تقول اللعبة هذه بنتي. بالفعل أول ما تسوي مثل ما قلنا، تسوي الأم والأبو، بعد تسوي الصبيان وتسوي الأهال وتسوي هذا وتوزع طبعا شنو ما عندهم هذا كرتون، كرتون زايد ولا 100 عندهم مالكبات وهذا هو نفسه هذا توزع في شغلات كلها. صحيح. طبعا احنا تحكينا وايد عن هالالعاب الجميله اللي ذكرتها لنا ابو علي، ولكن عندنا فاصل ومن بعدها ان شاء الله نواصل. رجعنا لك ابو علي بعد الفاصل. قبل شوي قلت لنا العوعو، شنو العوعو؟ اي العوعو سلم ان شاء الله من العاب الصبيان. العاب الصبيان هذه العوعو يسمونها صوغة الغواص حق عياله. بس انا اشوفها نجمة البحر، ليش سميتها العوعو؟ تسميتها لا كذي اسمها هذا زين.
تسميه هيئات الوعو يسمونها من زمان يعني عندنا اذا بتتكلم بالقواقع يعني اساميهم يعني وايد وايد اسامي مثل زبوط النقعب وعلول بطوش الصنيدق البابا الكوز اليني بقره اسامي وايد هاي كلها خلالات البحر بس الوعو كنا في تخويف شوي حسيت تسمى كذي بس هو طبعا ما يخوف بالعكس يعني لعبه حلوه يستانسون صبايه منه قلنا صاغه الغواص حق عياله ان الغواص يغوص يطلع المحار ويطلع المحار يطلع المحار يابهم لقطهم وياه اثنين ثلاثه يلقاهم تحت القوع وهو يلقط محار يجيبهم اول ما يلقاهم يجيبهم وياه يحملهم على ظهر شو اسمه الشوعي ولا ظهر البتيل ولا سفن الغوص طبعا مو سفن السفر شو اسمه ياخذه يشيل احشائه هو كان حي يعني شو اسمه كان حي يشيل احشائه اللي داخل الاربع اطراف التحتيه اللي هم خمسه اطراف حقه الاربع اطراف يثنيهم لتحت والطرف الخامس وقفه لفوق اوكي وخليه ينشف على هي هذه طبعا هم مثل ما تقول بالقوص يعني بين شهر وبين شهر شكتي وفتره على ما هذا تلقاه ينشف خلينا العقب ما شال احشائه وشال هذا ينطرح ينشف هو الطرفين نزلهم تحت والطرف الثالث لفوق هذه لعبه العوعو الحين هو صار تشكل شكله عزكم الله على شكل حيوان يعني مثل حيوان حق راس وحق اربع عيون كانه جمل أنا أشوفه يسوي الولد عاده وشكله على حسب ما يبي عدل على حسب ما يبي إذا حط عليه الوجه أزكم الله صار حمار زين يسمى حمار وإذا حط عليه شداد صار بعير أو جمل أي وطبعا العوعو ترى في أنواع منه يعني هذا العوعو اللي جسمه اللي يستخدمه يسمونه عوعو يمل اللي هو عوعو جمل لأن حق حدبة مثل ما نشوفه هذا صحيح جمل شكله زين لأن حق حدبة يسمونه عوعو يمل اللي يستخدمونه وبالنسبة حق الحبل هذا شلون قاعد يستخدمونه الحبل ناس يقوده كنا قايد يعني الدابة يعني حماه ولا البعير ولا شغلات يقوده ومستانس بالفريج فيه صحيح. يعني مثل ما تشوفين يعني هو سوى شكله مثل جايب اثنين ثلاثة يا أخوه الثاني سوى بعير سوى ما هذا ويحطون عليه الحمولة يعني الوجه يحطون فيه مثل حصن صغار هذا يحطون فيه مثل يسوون لهم شغله يحطونه فوق الشداد هذا العروض صحيح شوف الالعاب شلون كانت يعني مثل ما ذكرت ابو علي الالعاب كانت بسيطه وحتى كانوا مثل ما ذكرت يعني سوقه القواصين ما ينسى عياله في رحله هذا المشقه اللي فيها شلون يعني يذكر عياله حتى في داخل على قولت اعماق هذا ولو بتلاحظين فيها ابداع فيها افكار ابداعيه التشكيل يعني بالاعمال اليدويه شلون يسوي الاشداد شلون يربطها بالحبل شلون الثاني بيسوي احسن منه نوع من يعني بالفعل هو احجام ذا ما يبي حجم واحد اي احجام صحيح وهي الحاجه ام الاختراع يعني قبل وعليا من وين لهم يجيبون لهم العاب ولا قبل حتى احنا مرات نقول يعني الناس تبي تاكل تبي تشرب تبي تعطي احتياجاتها ولا وين هاي تبي يشتري حق عويله لعبه او يبي يعطي ولكن عندهم شيء الاهم ولكن الطفل في ذاك الوقت ما يوقف يبي يلعب يبي يستانس يبي مكان يرفه فيه ولكن الحاجه مثل ما قلنا ام الاختراع والعابهم كلها من الطبيعه يعني بداياتهم العابهم من الطبيعه يعني ما عندهم شيء يعني مجهز صار موجود او يلقى له مثل يعني قطعه ما يعرفوا شيء اسمه بلاستيك ولا يعرفوا شيء مثل هذا الطبيعه الموجوده عندهم تعطيهم اياها الطبيعه هم نفسهم يستغلونها باللعبه بالفعل ابو علي يعني احنا لو تحكينا عن الالعاب ما راح نخلص ما شاء الله المتحف عندك يعني غني بالالعاب يعني لو ناخذ واحده ونقعد نتحكى عنها ما راح نخلص واستمتعنا بالحوار معاه وايد واستفدنا وايد وتعرفنا على مسميات وايد ورادين لكم ان شاء الله بالحلقه القادمه من برنامج البيت الكويتي حياك الله يعطيك العافية أبو علي ما قصرت وإحنا سعيدين إن بلقائك سلام عليك مع السلامة.